بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد إبراهيم أسانو والصديق العزيز مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، معالي السيد عبد الكريم سميلة الأمين العام للاتحاد الإفريقي للاتصالات، سيد والي سوسة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، ضيوف تونس الكرام، يسعدني في البداية أن أعبر لكم جميعاً عن اعتزازي بأن أكون بينكم اليوم بمناسبة افتتاح هذه الدورة 15 للندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات. هذه الدورة تعقد تحت إشراف السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي منعته التزامات طارئة من الحضور معنا، وكلفني بأن أنوبه في نقل تحياته إليكم وتمنياته لكم بالتوفيق في أشغال ندوتكم هذه. حضرات السيدات والسادة، ألتقي اليوم معكم في التظاهرة الثانية الكبرى التي تنظمها تونس، أو التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في تونس، بعد انعقاد الندوة العالمية لتقييس الاتصالات السنة الماضية، وفي هذا المكان بالتحديد، وهو دليل على التعاون الوثيق بين تونس والاتحاد الدولي للاتصالات، أعرق المنظمات الدولية، حيث وقع إنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من 150 سنة، والذي تتأكد أهميته، أهمية الاتحاد مع كل التطورات التكنولوجية التي تجعلنا اليوم أكثر اقتناعاً بجدوى دعم أنشطته ومساندته. علاقة تونس بالاتحاد الدولي للاتصالات علاقة قديمة وخاصة ومتينة، ونحن مقرون العزم على مواصلة المساهمة الفعالة في هذا الجهد الدولي في كل القطاعات من تقييس وراديو، وخاصة التنمية، وما أدراك ما التنمية. هذا القطاع الذي انطلق منذ 25 سنة فقط، ولكن بالرغم من قلة الإمكانيات وبالنظر إلى كثرة الطموحات، فإنه يقدم للعالم، خاصة للدول في طريق النمو، يقدم خدمات جليلة من تدريب متخصص وخدمات مساندة فنية وأيضا مشاريع تنموية. فاسمحوا لي باسمكم جميعا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد إبراهيم أسانو مدير مكتب التنمية على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات لفائدتنا جميعا، من تقليص للفوارق والفجوات التنموية بين الأمم والشعوب. وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن تونس تؤمن بأن بناء مجتمع المعلومات والمعرفة على أسس مستقبلية ثابتة وإرساء سياسة تضامنية دولية قصد مجابهة كافة أشكال الإقصاء والتهميش في هذا المجال، يمثل بالنسبة إلينا أولوية كبرى، وكذلك يمثل أولوية بالنسبة للدول النامية والصاعدة، وذلك لاستحثاث نسق التنمية عموما وميدان الاتصالات خصوصا، وذلك نظرا لمتانة العلاقة العضوية بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من ناحية، ودفع التنمية الاقتصادية والتشغيل والتصدير من ناحية أخرى. فكما تعلمون، الاستثمار في المعرفة وإرساء مجتمع المعلومات رهان تنموي بالأساس، ومنطلق لكسب التحديات الاستراتيجية المستقبلية واللحاق بمصاف الأمم المتقدمة، ومكون أساسي للاقتصاد الجديد، ومحرك دافع لقاطرة التنمية بمفهومها الشامل. حضرات السيدات والسادة، نلتقي إذن هذا اليوم للتباحث حول موضوع مهم، موضوع المؤشرات في ميدان الاتصالات ومجتمع المعلومات. وهذه المؤشرات عنصر هام من العناصر التي تمكن من قياس تقدم الدول. تعلمون أن المستثمرين الكبار عندما يريدون الاستثمار في بلد ما ينظرون إلى مثل هذه المؤشرات، وهذه تبين أهمية هذه المؤشرات باعتبارها تمكن من قياس تقدم الدول باعتماد على جداول المقارنة، كما أنها تقدم المعطيات المحفزة للاستثمار عن طريق حصر وتقييم
تطور البنى التحتية مثلاً وشبكات النفاذ، تطور استعمالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وأخيراً تقييم مؤشرات القدرات البشرية وما أدراك ما القدرات البشرية وأهميتها في تنمية البلدان. والمؤشرات من هذا المنطلق بالذات هي القاعدة والأساس التي تبنى عليها الاستراتيجيات والمخططات بما توفره من معطيات كمية وما تشير إليه من مواطن القوة والضعف بما يسمح للدول بوضع هذه المخططات والأهداف. وفي هذا الإطار تقترح تونس الشروع في تحديد وتطوير المؤشرات المرتبطة بمصفوفة التقاطع لخطوط العمل 11 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مع الأهداف 17 للتنمية المستدامة، والتفكير في إمكانية إنشاء لجنة دائمة لرصد ومتابعة هذه المؤشرات، فضلاً عن المساهمة في إعداد التقارير المقرر تقديمها سنوات 2025 و2030 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مجال التنمية البشرية تقترح تونس العمل على تعزيز التدريب وتطوير المهارات والقدرات في مجال إدارة المؤشرات الإحصائية عن طريق تركيز وتنفيذ برامج تدريبية خاصة ومستجيبة لاحتياجات البلدان النامية والانتظاراتها. ومن هذا المنظور وحتى تعكس المؤشرات الواقعة الفعلية للدول، ندعو إلى مراعاة البعد الدولي عند إعداد هذه المؤشرات وأن تكون متناسقة مع التقارير التي تنشرها الدول أو التي تنشرها الهياكل الدولية المتخصصة على غرار البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يدفع نحو ضرورة اعتماد مناهج علمية محددة وواضحة للجميع لبناء المؤشرات الخاصة بقطاعنا على غرار المنهج الاستشاري سواء مع دول أو خبراء مختصين. ونثمن في هذا الإطار الجهد الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات لإنتاج ولإخراج المؤشر الذي سيقع الإعلان عنه في الغد، ونرجو أن تكون يعني تونس قد قدمت أو قد حققت تقدما في هذا الإطار. حضرات سيدات وسادة، في الختام لا يفوتني بمناسبة تنظيم تونس لهذا الملتقى العالمي لا يفوتني التأكيد على دعم بلادنا المتواصل لأنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وللاتحادات الإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونخص بالذكر منها الاتحاد الإفريقي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، لإيماننا بضرورة التعاون والشراكة الإقليمية والدولية لتقليص الفجوة الرقمية بين الشعوب. في الختام أجدد ترحيبي بكل المشاركين من كل الدول، ونرجو لهم إقامة طيبة في بلادنا، وأشكر أيضاً المنظمين على الجهد الكبير الذي قاموا به، وأشكر كل ضيوف هذه الندوة العالمية، وأشكر أيضاً المؤسسات والشركات الراعية. كما يسعدني أن أقترح تعيين السيد حبيب الدبابي كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي رئيساً للمؤتمر، متمنياً لأشغالكم النجاح والتوفيق لما فيه صالح شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً لكم.